كوحنا اللي يرى الصومالية دي يوفتي هو قامنا يو كقيب قليها ترتن عيارها ولغو قبنا يوها دلك تونيسيا اينا كاكوبنا ين للي يرى دا دادو دو اي كهو سايسو لباتن كالسان دو دو كقيب قليها ترتن كاسي اسريب ريب كيسا ايا وحا اي كدولين قرون كديارة دا هيترو اي مقالة لندن. بسم الله الرحمن الرحيم ما انت انك وكسي جيدنو تونيسيا او سفر قاونو سعنو عياره فوتبول كا أندر تورن كا إيه والدين تيو نلا سعدان أو علمه هذا سقطينا وحاد وقفر حسننا إن ما أنت ما قاعد سوماليا أو قريب قلينا تونسية عيار أندر تورن إيه السلام عليكم ورحمة الله وحاد يا الله قفر حق المها ما دام أي ما أنت كجدان معناها فوتبول فو أفريكان أو لقديلا يو تونسيا مرك وحن لنا يقول يعني إن شاء الله ده كسو برنامج كان سو ديارين وحن لنا إن إني كصعدان إن شاء الله إن عيارتو إذا بحي سنة كل ملايين ما إني تمرك ورسي بحن أيق ولفتو ده إن شاء الله وحن كوجو جوابين يعني إني ما أرتي أيق مثلا ودن كودي سوماليا إني أي ما أرتي أي تسان شعورك يوم يعني قيمة ولي هاي ودن ماذا يد إنه يقول إن شاء الله وسوه يان مركي لا يحقر جينا يجينا يقول المرة بعد يمر استحاد وحنو ما دعلنيا والدين تا عروت نجوا مني مهم ده وحواي إن عيارها ورتو ودن بده ما تجري هناك قريب قشو أدون كني لقى أجادو إن أولي أتاي ودن جرا أدون كإل أجادو معنا المه يرير ككلية الله استعماله يا أما أدون كلوجا هيستو المه هني إني دبعت كلية سميان إني اللي فهمه المه هني ونحن إني سميان السلام عليكم مجيء والنور سويسكا كيمادة من سيدات سنة جرا حوصلنا تونسيا عيار علينا السلام عليكم مجاي عبد الحكيم عن جرا سجال طبعا حكيم ماذا لندن ماكو فرح سنة هناك قريب قال تونا ما تكتاش تونسيا السلام عليكم مجاي واحد أحمد محمود حكيم ماذا إنجليزكا واحد جرا سيدات طبعا سنة يو ماكو فرح سنة هنا هنا تاجر سوماليا تور متكوس عن تونسيا داعي السلام عليكم أنا محل الدرا روبلي سميتي ناجرا يا تونسيا صل السلام عليكم I'm صابر حسن I'm 19 and we going to Tunisia to play for under 21s السلام عليكم مقعي وسامت الحسن I'm نيفلنز أكسوعنا يا تونسيا under 20 football كعيرنا magac wax la yusuf maxamed abdi in waxaan aadeynaa in tunisia oo u qayb galan ciyaaraha in under 20 futsal oo wadamada ku ciyaarayaan afrika sida tunisia oo marti galisay morocco in cameroon masar libya somalia ciyaaraha qofkii soo badii wuxuu aadi doonaa koobka adduunka oo futsal kale uu qabanayo jili october insha allah sharafeyno tahay in aniga iyo saaxiibaday ina soo agaasina ina ka qayb galan ciyaarahaas oo anagoo magac somalia ku ciyaarayna futsalka waa markii ugu horeysay aan ciyaarno inu xarjeenayna anaga saaxiibadan inaan magac Soomaaliyeed ama shaqeyno aan ka qayb galno ciyaaraha ciyaartoydan fursad u heshan ay sanakan batana wadanki iyo kuwa kale oo ka iman doona holano kale magacayga wax la yiraahdaa maxamed shiree ducaale waxaan ahay coachka futsal under 20 Somali national team ka futsal ka waan ku faraxsanahay maanta anagoo joogna Heathrow Airport terminal 4 oo aanu baxayno wadanka Tunisia aanu ku soo ciyaareyno ciyaaraha Africa qualification ka futsal ka halkan waxay la taagan laba ciyaartoy Cabdi Nasir Ducaale iyo Bashir Salewaan waxaan u mahadnaqayaa horta maamulka soo qaban qaabiyay arintan hawl badan iyo waqti badan bay galeen aad bayna iyaguna u mahadsan yihiin dhamaan